تكون ساعة حقيبة الظهر في المستوى الأول 300، وفي المستوى الثاني تكون الساعة 350، أما في المستوى الثالث فتكون الساعة 400. تشغل القنبلة اليدوية 18 وحدة من ساعة الحقيبة، ويشغل المولوتوف 16 وحدة، أما قنبلة الدخان فتشغل 14 وحدة. وكمثال تساوي ساعة القنبلة اليدوية نفس الساعة التي تشغلها كمية الذخيرة كما الآتي: 45 قطعة ذخيرة من عيار 45/100، 45 قطعة ذخيرة من عيار 9 ملم، 36 قطعة ذخيرة من عيار 5.56، 25 ذخيرة من عيار 7.62، 18 ذخيرة من 300 ماجنام، أو 13 ذخيرة من عيار 12. كل ذلك يمكنه حل محل أو ساعة القنبلة اليدوية في الحقيبة.